الاقتصاد. أذهب الآن إلى سنغافورة، تنضم إلي من هناك إيشيكا مكرجي مراسلة بلومبرغ لأسواق آسيا. إيشيكا أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير. أود أن أسألك، طبعا مع عكس ما نسمعه يوميا في الأسواق المتقدمة، يبدو بأن هذه الدول، دول جنوب شرق آسيا، لم تفلح بنشر اللقاح بالسرعة المطلوبة. كيف يؤثر ذلك على أصول الآسيان والاستثمارات فيها؟ مرحبا. نعم، منطقة آسيان وجنوب شرق آسيا كانت أبطأ من المناطق والدول الأخرى فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات. معظم دول المنطقة لم تطعم أكثر من 10% من سكانها و 90% غير حاصلين على التطعيم بحسب الأرقام الحالية. هذا الأمر يحصل في وقت نجد فيه البنية التحتية الصحية في وضع سيء، وهي أصعب أو حالته أصعب من المناطق الأخرى، والديون في منطقة جنوب آسيا تحلق، حيث أن هناك بقعة ساخنة للديون بسبب أو عفوا للوفيات في المنطقة هي مرتفعة، وهذا الأمر يؤثر على عملات وسندات وأسواق أسهم هذه المناطق. مؤشرات الفلبين ومؤشرات ماليزيا هي من بين الأسوأ أداء في العالم، والبات التايلندي هو من بين العملات الأسوأ في العالم في هذا الربع، هو يتداول عند مستويات 2018 مقابل الدولار الأمريكي. والسندات الحكومية في تايلاند والفلبين وماليزيا هي تلقت ضربة، وهناك تراجع بواحد في المئة في هذه المناطق. إذن الوضع السيء في الأصول المالية المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا حاليا. هذا ما تعكسه الأسواق إذن الوقت الحاضر، هل تعكس صورة عن الاقتصادات هذه الدول؟ وهل ترون بأن هذا التراجع بالأصول تراجع وقتي؟ يعني بما معناه هل هناك فرص وما هي؟ هذا صحيح، منطقة جنوب شرق آسيا أصولها المالية تعكس ما يحصل في اقتصادها، وهذا الأمر لا نراه في دولة مثل الهند. فحتى مع وجود أرقام قياسية للإصابات، لكن مؤشرات البورصة الهندية ظلت تسجل أرقاما قياسية. أما في جنوب شرق آسيا فالوضع مختلف. مؤشر MSCI لآسيان للأسهم متراجع 5% منذ بداية العام، وهو متأخر عن أقرانه العالمية، والأمر ذاته نراه بالنسبة للسندات الحكومية. هناك إندونيسيا هي بقعة مضيئة فيما يتعلق بالسندات الحكومية، فهي ظلت صامدة، ويعود السبب جزئيا إلى أن هذا البلد تجنب عمليات الإغلاق العام، واقتصاد إندونيسيا في وضع جيد نسبيا وصامد. كما أن البلد خفض معروضه من السندات، وهذا الأمر ساعد في رفع العوائد حاليا، وخاصة أن عوائد السندات الأمريكية تتراجع. البقعة المضيئة الأخرى في السوق هي الائتمان في منطقة آسيا هذه، فهناك ديون وسندات هذه المنطقة هي تشترى ويحتفظ بها ولا تباع عند حصول تقلبات في السوق، وبالتالي هذه السندات وعوائدها ظلت صامدة، وهي على ما يبدو في وضع أفضل من السندات الدولارية في المنطقة، لأن السندات الدولارية تتأثر بما يحصل في الصين، وهذا الأمر لا يؤثر على أسواق جنوب شرق آسيا بالعملات المحلية، أقصد الديون المحلية. يعني كمعدل كم هي العوائد من هذه السندات؟ مؤشر السندات في إندونيسيا يسجل عوائد 3%، بينما هناك خسارة 1% في تايلاند والفلبين. بالنسبة لإصدار
السندات من الشركات فهي في وضع مختلف، والفرق هو عند أعلى مستوى في 3 سنوات بسبب كل هذا التراجع في السندات الصينية. ما الذي يتوقعه الآن المتعاملون إذا نظرنا إلى المستقبل القريب والمتوسط؟ كيف ممكن نتحرك في هذه الأسواق؟ الجميع يطرح السؤال متى سينتهي هذا الوضع في جنوب شرق آسيا. الفكرة الأساسية هي أنه حتى تصل هذه الدول إلى نسبة 70% في التطعيم أو المناعة الجماعية فإنه ليس بوسع هذه الدول أن تفتح أبوابها بالكامل، لكن إندونيسيا تخلت عن موضوع المناعة الجماعية وهي تقول أن هي وماليزيا هما يقولان أنه إذا كان 40% قد حصلوا على التطعيم فإن معدلات الاستشفاء تتراجع، وبالتالي يبدو أن هذا المستهدف لهذه الدول، أي أنه رقم منخفض، وعندما يرى المستثمر أن معدلات الاستشفاء يتراجع ومعدلات الوفيات تتراجع هذا سيكون وقتا لافتا للدخول إلى هذه الأسواق. فهذه الاقتصادات في نهاية المطاف تريد النمو ب6%، بعضها هي الاقتصادات الأسرع نموا في العالم عندما تفتح أبوابها إذا فتحت تايلاند أبوابها للسياحة العالمية. أمر آخر يحصل هو أن سنغافورة وبشكل تدريجي تعيد فتح أبوابها، هي الدولة التي سجلت أعلى معدلات التطعيم في المنطقة وتبلغ نسبة التطعيم فيها 70%، أسهمها ظلت صامدة وهي تحقق عوائد 12% منذ بداية العام. وفي إندونيسيا وماليزيا هناك تخفيف للقيود بشكل تدريجي، ويبدو أن هذان البلدان هما بقعتان مضيئتان في السوق وهناك تغير في المعنويات بشكل تدريجي. إيشيكا موكرجي، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.